في دورتها السادسة وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء انطلقت قمة مصر للأفضل لتكريم الشخصيات والشركات الأكثر تأثيراً في الاقتصاد المصري لعام 2020، واللي حققوا نجاحات استثنائية في ظل تحديات جائحة كورونا. احنا في ظل الأزمة اللي مر بيها العالم كله، احنا من ضمن الدول اللي بتحقق أعلى معدلات نمو. احنا بالرغم من كل الحملات المضادة لينا كدولة، ماشيين بسرعة الصاروخ في كل المجالات. الحقيقة القيادة السياسية مش بس بتدعم البنية التحتية، ولكن بتدعم كل مجالات التقدم وفي مقدمتها النجاح للقطاع الخاص والمرأة المصرية. بالنسبة لنا الحقيقة ده حدث مهم، لأنه انطلاق انضمامنا ليو ام اس المتحدة، وده أول إيفنت الحقيقة بيطلع وإحنا داخل المظلة بتاعة مجموعة المتحدة، اللي بتعد واحدة من أكبر المؤسسات الإعلامية اللي موجودة مش بس في مصر ولكن في العالم العربي. من أكثر الأحداث اللي الواحد بيسعد ان هو كان يشارك فيها هذا الحدث، لان انت بتشوف نوع من التنافس، ولكن التنافس المحمود اللي هو ممكن يوصلنا للمنافسة الشريفة الجميلة اللي بتحقق دايما مزيد من النمو ودايما مزيد من التنمية. قائمة المكرمين هذا العام ضمت افضل 100 شركة في السوق المصرية وابرز 50 سيدة تأثيرا في الاقتصاد المصري، بغرض تحفيز الاستثمار وتعزيز التكامل بين القطاع الخاص والحكومة لتأسيس اقتصاد حديث يتناسب مع المتغيرات العالمية. التنوع اللي قام بيه المنتدى خلال الأعوام الماضية، والتركيز الهام اللي بيقوم بيه على التركيز على دعم وتمكين المرأة والتمكين الاقتصادي للمرأة، ده مكون مهم جدا من خطة الدولة ومن رؤية مصر 2030 ومن استراتيجية الخاصة بالمرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. بنقدر النهاردة نعلن للمرة الثالثة عن محفز سد الفجوة بين الجنسين اللي دشناه كوزارة التعاون الدولي مع المنتدى الاقتصادي العالمي ومعانا المجلس القومي للمرأة. ومصر تعتبر البلد الأولى في القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط التي تدشن هذا المحفز. فكرة الكود الأخلاقي أو الميثاق الأخلاقي تطرح لأول مرة لخلق بيئة عمل آمنة للسيدات في القطاع الغير مصرف الغير مالي والتابع لهيئة الرقابة المالية. سعداء بهذا التعاون مع Top 50 Women، وإن شاء الله يبقى مش بس أول ميثاق أخلاقي للهيئات، ولكن ننتشر إن شاء الله في القطاع الخاص. نجاح إجراءات الحكومة والقيادة السياسية خلال العام الماضي لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري لعبور آثار كورونا كان سبب رئيسي لتكريمات اليوم مع المضي قدما نحو تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة. محمد سلامة، الحياة اليوم.